بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا يا طارق مش عايز أقول كلام يعني الترقية مش هتعوض كتير، لكن هو شكل من أشكال العرفان مننا والتقدير والاحترام مننا للي انت عملته ولكل من عمل زي ده منك، من الشرطة أو من الجيش. وعايز أقول لك يا طارق، وبقول للكل اللي مش موجودين معانا هنا ولظروفهم أو يعني العمليات اللي كانت في مواجهة الإرهاب خلال تقريبا 10 سنين اللي فاتوا، أفراز الكتير بين شهيد وبين مصاب، وأنا يهمني هنا أقول للناس في مصر أرجو أن الكلمة اللي هقولها ما تقلمكش يا طارق، سامحني. يعني مين يعوض على طارق ده؟